الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من قناتكم قناة السبكي السلسلة التكنولوجية. النهاردة جايين نتكلم عن بعد اخر تسريبات خلاص والموبايل المتوقع من سلسلة سامسونج سلسلة A52 المتوقع المنتظر اللي كل طبعا عشاق سامسونج بالذات سلسلة A52 والA72 الايهات كلها يعني كسلسلة دي في ناس بتحبها وبتناها فئة متوسطة وفئة متوسطة محترمة. النهاردة هنتكلم عن الموبايل A52 وموعد نزوله ان شاء الله في هذا الفيديو. بس قبل ما نبدأ نشوف مواصفات الموبايل A52 من سامسونج طبعا امش اوصيكم طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ونعمل اعجاب ونعمل كومنت ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نشوف بقى مواصفات هذا الجهاز وسعره ان شاء الله المتوقع وامتى هينزل اسواقنا المصرية والعربية. اولا ابعاد الموبايل هنشوف جسم الجهاز جسم الموبايل. ابعاد الموبايل جاي ب 159.9x75.1x8.4 ملي. وزن الموبايل 187 جرام وطبعا بيدعم شريحتين وكارت ميموري. ومواد التصنيع جاي من طبعا من الامام واجهه زجاجيه على طبعه حمايه جوريلا جلاس الجيل الثالث مش الخامس للاسف مع ظهر بلاستيك وفريم بلاستيك. وطبعا النوع الشاشه جايه بالسوبر اميرود حجم 6.5 بوصه وهي 84.9 نسبة الشاشة إلى الجسم. الدقة 1080x2400 بكسل بنسبة 20:9 ويعني ب 405 بكسل في البوصة. حماية الشاشة طبعا قلنا جوريلا جلاس الجيل الثالث. تعالوا بقى نشوف الإعدادات والهاردوير بتاعه. جاي بنظام أندرويد 11 مع واجهة المستخدم الحديثة One UI 3. وطبعا سامسونج هنا تعهدت إنه هيكون في تحديثات للأندرويد 3 سنين ودي حاجة كويسة جدا من سامسونج. نوع المعالج اللي هو هينزل بقى مصر مش هتكلم بقى عن النسخه اللي هي الايه العالميه لان النسخه اللي نازله مصر دول عربيه للاسف الفور جي نازل جاي بسناب دراجون 720 جي وكنا نتامل من سامسونج انها تبقى يعني 730 732 لكن 720 جي ده حاجه قديمه. اي نعم هو كويس وتجرب في الالعاب. بدقه تصنيع 8 نانومتر. معالج رسوميات ادرينو 619. الذاكرة جاي بذاكرة 8.6 جيجا بايت من نوع UFS 2. كان جاي بسعة تخزين 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1. الكاميرات طبعا زي ما شفنا كده شكلها زي S20. كاميرات رباعية 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F2 وطبعا كاميرا عريضة اللي هي ألترا وايد 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 والكاميرا الماكرو والعمق هتيجي ب 5 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 للكاميرتين. طبعا الفلاش الليد والبانوراما والاتش دي ار وطبعا بيدعم تصوير فيديو 4K ومعدل 30 اطار بالثانية 1080 بكسل في 30x120 اطار في الثانية مثبت الكتروني. والكاميرا الامامية بتيجي ب 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 وطبعا مميزات الكاميرا الاماميه بتدعم ال HDR وبتصور 4K ومعدل 30 اطار بالثانيه 1080 بكسل و30 اطار في الثانيه. وطبعا دي حاجه مخيفه من سامسونج. بس للاسف الشاشه يعني عايز اتكلم قبل ما اخش اي حاجه الشاشه طبعا هي جايه قلنا شاشه سوبر اموليد بتدعم ال 90 هرتز طبعا اللي اتعود على شاشه 120 هرتز و144 هرتز في شركات تانية يعني مش هيبقى صعب عليه انه ينزل ل 90 هرتز جدا. طب احنا كده بقى اتكلمنا في البطارية. تعال بقى نخش بقى البطارية. هي البطارية بتاعته جاية بحوالي 4500 امبير وفي تسريبات تقول ان هو ايه جاية ب 5000 امبير لكن لسه هنشوف بالنسخة الفور جي عرفنا انها نازلة ب 4500 امبير اما الفايف جي نازلة ب 5000 امبير. طبعا هو بيدعم الشحن السريع وطبعا بتدعم فيه مكبرات الصوت ومدخل السماعات 3.5 لسه محتفظ بيه وطبعا بيدعم تقنيه الواي فاي الجيل الخامس والبلوتوث الجيل الخامس والجي بي اس وطبعا عندك البصمه جايه مدمجه في قلب الشاشه وبيدعم الفيس ان لوك والان اف سي والراديو بيدعم الراديو وطبعا جاي نوع الشحن من اليو اس بي تايب سي 2 وطبعا اجهزه البصمه والتصارع. وسعر الموبايل بقى لو احنا بقى هنشوف سعر الموبايل اللي هو هيبقى صدمه لينا كلنا طبعا مش عارف ليه سامسونج كده بتحاول بتصدمنا كده. سعر الموبايل متوقع نزوله الفور جي $350 يعني ما يعادل 5800 جنيه مصري
وال5 جي هيعمل $450، يعني معادل 7000 جنيه مصري. اظن طبعا بالاسعار دي ان انا اجيب موبايل ب 5800 او 6000 جنيه صعب ان انا ممكن اشتري من اي شركه تانية يبقى فيها برضو مميزات احسن، وهيبقى هيديني بروسيسور عالي مش 720. اي نعم هيكون في فرق 10% في اختلاف، بس هاخد حاجات باسعار كويسه عن كده. ما اعرفش ده فكر سامسونج. فده كان مواصفاتنا النهارده عن A52. اتكلم عن عيوب الجهاز ده. الجهاز ده غير مقاوم للماء والغبار. منفذ اليو اس بي قوه الشحن بتاعته السريعه 15 واط، وتعتبر طبعا ضعيفه في نسخه الفور جي. ده كان اللي هو العيوب اللي لسه لما نشوف الجهاز ينزل ان شاء الله هنبدا نجيبه ونشوف ونعمل عليه مقارنات ونشوف. هو طبعا بيدعم شحن بقوه 15 واط ونوع بطاريه 4500 امبير، يعني فوق تعلى شويه. مش عارف ليه سامسونج بتفكر في كده. يعني مميزاته بقى ان الشاشه هنا يعني جايه بحجم كبير 6.5 بوصه بتغطي واجهه الهاتف كلها. الشاشه عاليه الوضوح فول اتش دي بلس بدقه 1080 في 2400 بكسل. شاشه الهاتف محميه بطبقه الجوريلا جلاس الجيل الثالث. طبعا الكاميرات مزوده باربع كاميرات زي ما قلنا 48 و12 و5 ميجا بكسل مع امكانيات تصوير بدقه الفور جي. الكاميرا الاماميه بتبقى 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 وكثافه البكسلات 405 بكسل، مما يجعل الشاشه عاليه الوضوح مشبعه بالالوان. والرامات طبعا قلنا ان هو بيجي ب 8 و6 جيجا بايت، وطبعا عشان نبقى التصفح السريع ويبقى ده مستشعر بصمه الهاتف مزود ببصمه طبعا قلنا في اسفل الشاشه، وطبعا بيدعم الفيس انلوك. دي كانت طبعا الجهاز وسعره زي ما قلنا طبعا، ونكرره تاني ان هو ينزل ان شاء الله على اول 3 هيكون موجود في اسواقنا المصريه والعربيه، واحتمال ينزل بسعر 6000 نسخه الفور جي تنزل بسعر 6000 جنيه مصري. ولسه هنشوف تسعير سامسونج ايه. اتمنى الفيديو لو عجبكم يبقى نشترك في القناه ونفعل زر الجرس ونعمل اعجاب ونعمل كومنت ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جديده ومراجعه لموبايلات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.